لكن حاليا معايا احتمال. عليكم السلام. صباح الخير، ازيك؟ ان شاء الله كويسه. صباح النور. الله يكرمك يا رب، تفضلي. ان شاء الله، امين يا رب. الله يسلمك. الله يخليك. اعزائي المستمعين والمشاهدين، اسعد الله صباحكم بكل خير. نقدم حركه الطيران اليوم الاربعاء 2 يوليو عام 2021. القطر الجوية العربية السعودية من الرياض 459 وصول 8:30 صباحا، تقادر 9:55 صباحا. شركة فاينانس من جدة 591 وصول 12:40 ظهرا، تقادر الساعة 1:30 ظهرا. القطر الجوية الأثيوبية أبابة 344 وصول 12:30 ظهرا، تقادر 3:45 ظهرا. شركة طيران الإمارات دبي 733 وصول 4:35 مساء، تقادر 6:05 مساء. شركة مسير طيران القاهرة 855 وصول 6:30 مساء، تقادر 7:30 مساء. شركة فلاي دبي من دبي 631 وصول 9:45 مساء، تقادر 10:45 مساء. الشركة العربية للطيران أبو ظبي 515 وصول 10:30 مساء، تقادر 11 مساء. الخطوط الجوية القطرية الدوحة 331 وصول 10:25 مساء، تقادر 1 صباح الغد. الخطوط الجوية التركية اسطنبول 680 وصول 11:25 مساء، تقادر 12:25 مساء. الشركة العربية طيران الشارقة 667 وصول 12:25 مساء، تقادر 1:10 صباح الغد. القطر الجوية العربية السعودية جدة 453 وصول 1 صباحا، تقادر 2:30 صباحا. شركة مصر الطيران القاهرة 853 وصول 2:15 صباحا، تقادر 3:15 صباحا. القطر الجوية الأثيوبية أديس أبابا 342 وصول 2:30 صباحا، تقادر 3:30 صباحا. شركة فاينانس من الرياض 293 وصول 45 صباحا، تقادر 6:35 صباحا. الخطوط الجوية العربية السعودية الرياض 459 وصول 8:25 صباحا. رحلات شركة بدر وتاركو، تاركو الطيران من جدة 22:03 وصول 9:30 صباحا. شركة بدر الطيران جوبا 637 وصول 2:30 ظهرا. شركة بدر الطيران من جمينة 461 وصول الساعة 1 ظهرا. شركة بدر الطيران من كانو 651 وصول 4 مساء. شركة بدر الطيران القاهرة 160، تغادر 9 صباحا وصول 3 ظهرا. شركة بدر الطيران جدة 604، تغادر 10 صباحا وصول 4:50 مساء. شركة تارك الطيران جدة 22:04، تغادر 3 ظهرا وصول الساعة 7 مساء. شركة بدر الطيران جدة رحلان 660، تغادر 4 مساء وصول 8:30 مساء. شركة طاقة الطيران الدوحة 234، تغادر 4 مساء وصول 10:40 مساء. شركة بدر الطيران اسطنبول 690، تغادر 5 مساء وصول 2:30 صباح الغد. شركة بدر الطيران القاهرة 684، تغادر 6:30 مساء وصول 1 صباح الغد. شركة طاقة الطيران الدمام 22:08، تغادر 7:30 مساء وصول الساعة 3:30 صباح الغد. شركة طيران القاهرة 112، تغادر 8:30 مساء وصول 2:30 صباح الغد. شركة بدر الطيران دبي بحيرة رقم 200، تغادر الساعة 10 مساء وصول 8 صباحا بمشيئة الله. مع تحياتي وتحيات الإدارة العامة مطار الخرطوم. شكرا. شكرا جزيلا، تحياتي لك، وإن شاء الله لكل المسافرين رحلة سعيدة. خليكم معنا مشاهدينا.